قتل 34 مدنيا على الأقل في قصف جوي روسي استهدف عبارات كانت تقلهم نحو الضفة الشرقية لنهر الفرات قرب مدينة دير الزور، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى أن الطائرات الروسية استهدفت أكثر من 40 عبارة مائية كانت تنقل المدنيين الفارين من الموت والقصف المكثف بالمدينة.